بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة. إن شاء الله اليوم راح ناخذ الدرس الخامس من دروس برمجة وتصميم مواقع إلكترونية. درسنا اليوم إن شاء الله حيكون عن القوائم. القوائم تفيدنا مثلا نعرض لنا فد مجموعة أشياء بقائمة واحدة أو بمجموعة واحدة مثل ما موجود قدامكم. نقدر نعرض القوائم بطريقتين. عندنا طريقة انه يطلع هنا البولت ستايل اللي هي دوت عبارة عن دوت، واللي يصلحوا لها هاي القائمة يصلحوا لها ان اوردر ليست، يعني قائمة غير مرتبة. او تنعرض بطريقة الاوردر ليست اللي هي تطلع هنا ترقيم انه 1 2 3 4 5 6. واكو طريقة الاخ بالليست يصلحوا لها ديسكريبشن، هسه راح ناخذها ان شاء الله، واللي هي تعرض لك الايتمات والسب ايتم من عندها بطريقه كانما عنوان والوصف مالتها. هسه نجي عليها شلون تنكتب بال HTML. اذا نريد نسوي قائمه غير مرتبه مجرد انه دوت موجوده على يسارها او على يمينها حسب اللغه، نكتب نفتح تاج UL، نغلق التاج. كل عنصر داخل القائمة اسمه list item. list item التاج مالته يكون هو عبارة عن li بين تاجين، يعني مفتوح واحد ينسد. اي شيء ينكتب داخل هذا التاجين راح يكون هو عبارة عن item للليست او عنصر للقائمة. مثلا item واحد يساوي واحد لاخ، item 2. لو نجي نشوف هسه صار عندي قائمة من نوع ان اوردر موجودة قبالنا. لو اسوي قائمة مثلها خلنا ناخذها كوبي. لو قائمة مثلها مجرد انه بدل كلمة UL نسويها OL order list OL. شوف لو تجي هنا عليها انه order list، هنا اكو UL an order list والليست ايتم list item 2. نشوف النتيجة صار عندنا قائمتين من نوعتين مختلفة. هسه نجي على النوع الثالث اللي هو اسمه description list. description list يختلف عن ال list item. الفرق بيناتهم شنو هو؟ هناك كنا نكتب li اللي هو list item حتى يعرض لنا اياه، حتى يعرض المحتويات. بس هنا dt اذا اريد نعرض فد اسم مثلا خلينا نقول fruits. اوكي الفرعي من عندها كتبوا دي 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 تي الاساسي فرعي دي دي، يعني مثلا نجي مثلا فروت ان اورنج شيري ابل، نجي نباع النتيجة. شوف الدي دي اللي هو اعطينا تاج دي دي حيكون هو العنصر الاساسي بالقائمة اللي هو الترم او الايتم. الدي دي اللي هو الديسكريبشن مالته اللي هي الدي دي اللي هي الديسكريبشن داتا ديسكريبشن. فهاي ثلاث انواع، اخذنا ثلاث انواع من الليست. طبعا الليست ايتم مو بس كتابه نقدر نكتب بيها، نقدر حتى نخلي روابط، نقدر نخلي صور. يعني مثلا نجي ناخذ في المثال عندي هاي القائمه، عندي عنصرين هنا، عندي العنصر الثالث هو رابط. فمثل ما عرفنا في الدروس السابقة الرابط نكتب A شريف يساوي ستيدين يوتيوب دوت كوم. اوكي
مثلا target يساوي blank حتى ينفتح صفحة جديدة. طبعا كلها مراجعة للدرس للدروس السابقة. مثلا انا IQ تك. مثلا نشوف القائمة مالتي عندي عنصرين بصيغة تكست والعنصر الثالث عبارة عن رابط. إذن الليست ايتم مو شرط انه تكون كتابة، كل شيء ممكن تكون صورة، كتابة، رابط، فورم، اي شيء حيترتب بطريقة الليست. طبعا راح نشوف ان شاء الله بالدروس الجاية اللي هي دروس السي اس اس راح نشوف انه شلون نقدر نستغل القائمة بشغلنا. يعني هالقائمة هي مو مجرد انه حيكون شكلها هيجي، لا راح تكون مختلف الاشكال نقدر نتلاعب بها، نقدر نخليها بالعرض، نقدر نخليها بالطول، نقدر نشوف التباعد بيناتها شلون يصير. يعني هسه مثلا قريب بمسافه وتعلق، نقدر نشوف التباعد بيناتها، نقدر نغير اللون مالتها، نقدر نخفيها البولت هاي بحيث تطلع بس قائمه بدون هاي البولت اللي على الصفحه. وهاي شغلات نقدر نسوي بالليست. وان شاء الله بالدروس الجايه راح نكتشف هاي الاشياء. لهنا ينتهي درسنا لهذا اليوم بخصوص القوائم. اتمنى يكون درس مفهوم وسهل ان شاء الله، وانتظروني بدروس جايه. لا تنسون لايك للفيديو وتنشرون القناه بين اصدقائكم، لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولا تنسوا تتابعونا على تويتر حتى يوصلكم كل جديد من قناتنا. بصديقي المهندس عمار الحمد لله والشكر بدا هسه بدا بدوره نتورك بلس. اذا كنت تحب تتعلم النتورك، تحب تفهم شنو هو النتورك، اساسيات النتورك، ربط النتورك، تقدرون تتابعون الدوره الخاصه بالنتورك بلس على قناتنا قناه اي كيو تك على اليوتيوب. مع السلامه.